معلش بس هو نداء مش نداء، لا لا هي حقيقة فعلية لكنكة القهوة. ايه الميزة لما انا ابقى واقفة جنبك انك ما تغليش بسرعة، مع اني والله مدياكي كل المكونات مع بعض في الكنكة، ده انا حطلك لبن وسكر وبن وحطلك كاكاو. ليه بقى لما باجي بس امشي ثانية يعني اتحرك كده هجيبلك الفنجان من المطبقية؟ ايه الميزة انك تفوري على البوتاجاز؟ عرفيني، هل ده عقاب لازم افضل واقفة ذليلة جنب البوتاجاز لحد ما تغلي؟ يعني قوليلي، يعني وضحي وجهة النظر بس. وكل اللي بيشربوا قهوة هل بيحصل معاكم كده؟ يعني الكافي ميلك ديت او الكافي عامة، هل بيحصل معاكم كده لما بتيجوا تشربوا قهوة؟ لما بتيجوا تعملوا قهوة على البوتاجاز كده، هل لازم تقفوا كده جنب البوتاجاز زي ما انا بتعذب؟ يعني دي ثانية، يعني ثانية فنجان القهوة، بمشي اجيب حاجة ارجع الاقيكي فورتي، ولو وقفت جنبك ربع ساعة بالظبط بالظبط عشان تغلي على عين صغيرة ما بتغليش. ليه ها؟ ليه؟ ايه الميزة؟ قوليلي ايه السر يا محور الكون؟ ايه السر؟ فاهمين؟